من هي بلقيس ملكة سبأ؟ هي بلقيس بنت شرحبيل، وينتهي نسبها إلى قحطان، ولقد ملكت سبأ الموجودة في اليمن 9 سنين، ثم كانت خليفة عليها من قبل سليمان بن داود عليه السلام مدة 4 سنوات. قيل إنه كان تحت ملكها 12,000 ملك، وكل ملك تحت يده 1,000 ملك. هل أسلمت بلقيس؟ لما تفقد النبي سليمان عليه السلام الحيوانات لم يجد الهدهد، فغضب غضبا شديدا لغيابه بدون مبرر، وأقسم أنه سيذيقه العذاب إن لم يأتيه بحجة غياب مقنعة. وعندما جاء الهدهد ألقى للنبي سليمان حجة غياب لفتت انتباهه، وهي إخباره بشرك أحد الأقوام. ولأن النبي سليمان عليه السلام كان يكره الشرك، بدأ الهدهد يحدثه عن الملكة بلقيس وعبادتها للشمس مع قومها. قال تعالى على لسان الهدهد: فقال أحطت بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فأرسل سليمان عليه السلام كتابا إلى بلقيس يدعوها فيه إلى وحدانية الله، فأرسلت له الهدايا العظيمة، فرد النبي هداياها وبدأ بتجهيز الجيش ليردها عن الشرك. فعند ذلك أسلمت بلقيس مع سليمان عليه السلام، ولكنها لم تسلم خوفا من الحرب، وإنما إذعانا منها لتوحيد الله رب العالمين. لقد عجل سليمان عليه السلام بإحضار عرش بلقيس لإظهار قوته وملكه وما أعطاه الله من نعم كثيرة أمامها. وبإحضار عرش بلقيس بهذه السرعة معجزة لنبي الله سليمان، وفي ذلك توضيح لها أن مهما بلغت قوتها وعزتها فعند سليمان القوة والعزة الأكبر. فمن الذي أتى بعرش بلقيس؟ عندما أراد إحضار العرش قال أحد الجن: أنا أحضره لك قبل أن تقوم من هذا المجلس. ثم قال أحد المرضى من الجن: بل أنا أستطيع أن أحضره لك قبل أن ينتهي مجلسك هذا. وكان مجلسه ينقضي في نصف النهار، فطلب سليمان عليه السلام أن يحضر بوقت أقصر وأسرع، فقال له: من عنده العلم بكتاب الله قبل أن تغمض جفنك. وهذا فيه عدة أقوال، منها أن الذي أحضره هو جبريل أو أحد الملائكة الذين أيد الله بهم سليمان عليه السلام. وقيل إنه آصف بن برخيل وزير سليمان عليه السلام، والذي كان على علم باسم الله الأعظم، والذي إذا دعي به أجابه. وهذا ما قال به ابن العباس رضي الله عنهما. وهناك من قال أن أعلم شخص بكتاب الله هو سليمان عليه السلام، وهو من أحضره، ولكن هذا ينافيه قول أنا آتي به قبل أن يرتد طرفك. وقيل هو الخضر عليه السلام، والله أعلم. فكيف أسلمت بلقيس وقومها؟ قبل أن تقدم بلقيس إلى الإسلام مع قومها، أرادت أن تختبر صدق نية سليمان عليه السلام اتجاه دعوتها، فاستشارت قومها أن ترسل له هدية من اللآلي والحلى، فإن قبل بالهدية فهو ملك يطلب حكما، وإن رفض الهدية وأصر على دعوتها إلى الإسلام فهو نبي. وحينما رفض الهدية أيقنت أنه نبي ولا يطمع في الملك، فأعلنت إسلامها مع قومها. هل تزوج سيدنا سليمان وبلقيس ملكة سبأ؟ لقد تعددت الأقوال في زواج سليمان وبلقيس، فقال الضحاك بأن سليمان تزوج ببلقيس وخصص لها مكان السكن في الشام. وذكر سعد بن عبد العزيز في كتابه النقاش بأن سليمان تزوجها ولكنه أعادها لحكمها في اليمن، وكان يأمر ريحة بأن تنقله لزيارتها في كل شهر مرة. وذكر أنه قد أنجب منها ولدا سماه داود، ولكنه مات في زمانه. وقال وهب بن منبه ومحمد بن إسحاق بأن النبي سليمان عليه السلام لم يتزوجها، بل قال لها: اختاري رجلا من قومك، واختارت ملك همدان فزوجها إياه وردها إلى اليمن. وأما قول الثعلبي فهو أن سليمان أحب بلقيس حبا شديدا وتزوج بها، وأمر الجن بأن يبنوا لها 3 حصون. هل ذكرت ملكة سبأ في القرآن صراحة؟ ورد في القرآن الكريم قصة ملكة سبأ في سورة النمل في الآيات ما بين الآية 20 و45. قال تعالى: فمكث غير بعيد فقال: أحطت بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين.
إني وجدت امرأة تملكه وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. صدق الله العظيم. ولكن لم يرد اسم بلقيس بشكل صريح في القرآن الكريم. أهم الدروس المستفادة من قصة بلقيس: يعلم القرآن المسلمين ألا يهملوا المواهب والمميزات التي رزقها الله للعباد. فعندما استمع سليمان عليه السلام لقصة الهدهد كان تقدير منه لقدرته على تلمس الخبر. يستفاد من القصة دعوة القائد أو الرئيس للتلطف مع معاملة رعيتهم، كما تلطف النبي سليمان مع الهدهد، بالإضافة للدعوة إلى تمحيص الأمور والتحري عن صدق الأخبار أو عدمها. يجب أن يلتمس القائد لجنوده بعد الأعذار في حال مخالفتهم لأمر أعطاهم، فربما يكون في ذلك مصلحة عامة. يؤكد الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات على اعتماد مبدأ الشورى ما بين القائد ورؤسائه ووزرائه، ويجب أن يتسم القائد والدولة بشيء من البأس والقوة كي لا تهان من قبل الدول المجاورة لها حتى وإن كانت القائمة على الحكم أنثى. تجدر الإشارة إلى أهمية فكرة انتخاب الممثلين للشعب، وهو نظام حياة قامت عليه البداوة منذ القدم، وغالبا ما يعتمد على الوراثة،